إلى الشأن التجاري، كشف مدير أو المدير العام لشركة مصبرات اللحوم بمجمع بلاط مراد ملاح، كشف على هامش الزيارة التي قادت الوفد السنغالي وعلى رأسهم وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية السنغالي إلى ولاية البليدة. كشف أن مجمعه سيشق طريقه نحو التصدير سواء بريا أو جويا، حيث أعجب الوفد السنغالي باستعمال الآلات الحديثة والقدرات الإنتاجية العالية واحترام الجودة والمقاييس العالمية، مطالبين بتصدير هذا المنتوج إلى السنغال. تقرير عباس عادل. Parce que nous en avons besoin dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire qui, entre autres objectifs, doit augmenter la consommation des Sénégalais en termes de consommation de viande, surtout de viande de poulet. Inch'Allah, رانا ديجا نيكسبورتيو لبعض البلدان وحابين ان شاء الله ندخلوا لسوق السنغال. مع زياره معالي الوزير نتشرفوا باش هكذا ان شاء الله نزيدوا نفتحوا السوق لتم. نحن ندرس طلبيات من 5 دول على الاقل، الولوج الى الاسواق الاوروبيه متاح بمعايير منتجات بلاط، ربما غير المتاح هي مسألة الوثائق المطلوبة، مسألة الإجراءات الإدارية المتبعة، وهذه أمور تفوقنا، هذه أمور ليست من صلاحيتنا إنما على مستوى الوزارة الوصية ألا وهي وزارة المصالح الفلاحية، وزارة الفلاحة في الجزائر أقصد. فبالتالي نحن مستعدون كل الاستعداد أن نشرف منتجاتنا الوطنية وأن نكون دائما في قلب أسواق مهمة للغاية.